أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا نعيش مع التراث ومسند الإمام الشافعي، نتعلم من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إننا أخذنا كثيرا من أمور العبادات تقليدا وليس تعليما، ولذلك إن سألت أحد عن كيفية أركان الوضوء وسنن الوضوء تجد هناك لبس بين الفرائض والسنن والهيئات، وماذا أفعل إن تركت ركنا، وماذا أفعل إن تركت سنة. كل ذلك نستحضره من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أصلنا في اللقاء السابق في مسألة أركان الوضوء وسنن الوضوء، أركان الوضوء وسنن الوضوء، واتفقنا على قاعدة أننا إذا أردنا أن نأخذ حكما نأخذه من جميع جمع الأدلة، نجمع كل ما قيل في المسألة، ولا يوجد عند مسلم ظاهرة الانتقاء على الإطلاق. واتفقنا على ما أنه ما أفسد الناس كثيرا في زماننا إلا بظاهرة الانتقاء، ينتقي من الآيات ما يشاء ويترك ما لا يشاء، ينتقي من الأحاديث ما يشاء ويترك ما لا يشاء، والأمثلة كثيرة تجد يجري على ألسنة الناس أن الله عز وجل غفور إيه؟ رحيم، ولا يذكر على الإطلاق أن عذابه عذاب إيه؟ أليم، يختار ما يشاء لنفسه وما يصوغ له من فعل. اتفقنا على أن أركان الوضوء ست: الأولى النية، ثانيها غسل، ها اغسلوا وجوهكم الوجه، ثم غسل اليدين، ثم المسح على الرأس، ثم غسل الرجلين، ثم الترتيب. هذه الايه الأركان. أما السنن ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال كغسل اليدين قبل وضعهما فين في الإناء، يعني أبدأ الوضوء بغسل الايه اليدين، الاستنشاق، الاستنثار، المضمضة، هذه تدخل في دائرة السنن. وبينا من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى الاستنشاق وما معنى الاستنثار والمضمضة، هل يشترط إذا تمضمضت للوضوء وهو مج الماء في الفم هل يشترط أن أخرجه مرة ثانية؟ لو إنسان مضمض وبلع الماء وضوءه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ولا حرج في ذلك. طيب، يبقى إذن إدخال يد النبي عليه الصلاة والسلام في الإناء قبل الوضوء سنة، من لم يفعلها وضوء صحيح ولا حرج في ذلك. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق ومضمض من غرفة واحدة أو من كف واحد، يعني غرف الماء غرفة واحدة ثم أخذ بعضه وتمضمض به والبعض استنشق إيه به، فلا حرج في ذلك. فإن فصلت وجعلت للمضمضة غرفة وجعلت للاستنشاق غرفة فلا حرج في ذلك. طبعا كان زمان بيغرفوا، لأن الماء في إناء، ما كانش صنابير زي الصنابير اللي عندنا الآن، ولا حنفيات بسم الله ما شاء الله موجودة. هل نستطيع أن نطبق ذلك على الوسائل الحديثة اللي موجودة معانا؟ نعم، أضع يدي تحت الماء بغرفة واحدة، أجمع الماء واضمضمض واستنشق، وإن فصلت بعضهما عن الآخر لا حرج في ذلك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في رواية صاحب الكتاب لم يأتي بها، ولكن جاء بها الشارح في الهامش، جاء بها حتى يبين لنا معنى يتصل بالوضوء، وهو ما سأتوقف معه خلاف ذلك، وهو ما يسمى إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الإسباغ إتيان الوضوء بتمامه، يعني غسل اليدين إلى المرفقين، لابد أن أسبغ، يعني أصل الماء يصل إلى الإيه؟ المرفقين. غسل الرجلين إلى الكعبين، لابد أن يصل إلى الإيه؟ وهكذا، ده إسباغ. منبت أو الوجه من منبت الشعر إلى آخر الذقن،
ومن الأذن إلى الأذن، يبقى ده إسباغ، إسباغ إيه؟ الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام هيعرفنا يوم القيامة بإيه؟ بالوضوء. كيف تعرف الأمة يا رسول الله؟ يأتوا يوم القيامة غرا محجلين من إيه؟ لكن في ناس النبي عليه الصلاة والسلام سيستقبلهم وينتظرهم ويشفع لهم عند الجنة، وهناك ناس من أمته سيحال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، نسأل الله العفو والعافية. ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أقوام يظهر فيهم غرة الصلاة، يعني غرة الصلاة واضحة، بيصلوا لكن ينتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيحال بينه وبينهم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبب؟ هؤلاء من أمتي، هؤلاء أهل غرة، فيقول له الملائكة لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. الجملة دي لابد أن نقف معها. هناك من يصلي ولكن لا يرى أثر الصلاة لا في المعاملات ولا في الأخلاق ولا في الآداب. والإسلام ما جاش بعبادات جامدة، يعني قال لنا صلوا في المسجد ثم إن خرجت من المسجد أطلق لنفسك العنان، لا، الإسلام جاء بعبادات لها غايات. إن لم نرى أثر هذه الغايات على الواقع يبقى راجع العبادة التي تقوم بها. المسلمون عندما نراهم في المساجد ونراهم في دروس العلم نرى ملائكة تسير على الأرض، يعني إحنا قاعدين بسم الله ما شاء الله الآن ملائكية. طب المشاكل اللي في البيت دي مشاكل مين؟ ما هي مشاكلنا إحنا. يوم الجمعة بسم الله ما شاء الله والواحد على المنبر كأن الجميع على رأسه الطير وانتباه وسمع، وقد يتأثر البعض فيبكي ويدمع ويطأطئ رأسه ويمصمص شفاه، ثم أين ذلك على الواقع؟ دعونا من الناس، وكل يخاطب نفسه، لأن الناس لما بتسمع الموعظة ينظر إلى من يجاوره، لا، طبق على نفسك أين أنا وأنتم من العبادات. كل عبادة لها إيه؟ غاية. الغايات لابد أن تطبقها من خلال العبادات. الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ من صلى ثم فعل الفحشاء والمنكر، هل صلى؟ رمضان قادم أهو، الغاية من رمضان إيه؟ التقوى. صام شهر كامل وكما بدأ كما انتهى، بسم الله ما شاء الله العمرة الآن ميسرة، كل مسألة عن حد رايح يعمل إيه؟ أو جاي منين؟ أين هذا على أرض الواقع؟ أين في المعاملات؟ أين في الأخلاق؟ أين في الآداب؟ يبقى الإسلام لا يأخذ أحد منه جانبا ويترك جوانب. الإسلام كل إيه؟ لا يتجزأ، ما جيش في العبادة والمعاملات أخالف المعاملات العبادة، هذا لا يجوز. يبقى إذن إسباغ الوضوء، ورأينا في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام تخليل الأصابع. يعني إيه تخليل الأصابع؟ أن يأتي الماء إلى أصابع القدمين أضع يدي. هل هذه فرض ولا سنة؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اتفقنا على قاعدة لا يستهين أحد بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقنا على القاعدة دي، لا تستهين بالسنة ولا تتجرأ على فعل المكروه. بعض الناس لما يسمع مكروه يقول لك أصله مش حرام. أصله مش حرام؟ من الذي كرهه؟ الله عز وجل. الله يكره لك أن تفعل ذلك. ولماذا جاءت الكراهة؟ لأنه إذا فعلت مكروها أوشكت أن تقع في الحرام، لأن خلاص أصبحت المسافة بينك وبين الحرام قريبة. ولذلك من أراد أن يحفظ نفسه عليه أن يبتعد عن المكروه مسافة بينه وبين الأشياء المكروهة، خشية أن يقع فين؟ في الحرام. ومن أراد الالتزام عليه أن يمسك بالسنن حتى تعين على الإمساك بالإيه؟ بالفرائض. حتى تعين على الإمساك بإيه؟ بالفرائض. يبقى لا يستهان لا بالسنة في تركها ولا بالمكروه في فعله. وإحنا قلنا قبل كده اللي بيستهين بالسنن ويقول لك أنا مش هعمل السنن
فليبحث عمن يشفع له يوم القيامة، لأنك يستحيل عقلا أن تترك سنته ثم تطلب شفاعته. يعني ينفع أترك السنة بتاعته وأترك شفاعته وأطلب شفاعته؟ بعض الناس يصلي الفرض ولا يصلي السنة، لماذا تفعل ذلك؟ علينا الالتزام بالفرائض والسنن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقنا على أنه هل يجوز المبالغة في الاستنشاق؟ لا، إيصال الماء إلى أعلى الأنف والخياشيم ثم طرده مرة ثانية، المبالغة في ذلك لا يجوز المبالغة، خاصة للصائم، خاصة إيه؟ للصائم. طيب ليه الإسلام قال الاهتمام بالاستنشاق هذا الجزء من الجسد إذا أغلق من خلال جراثيم أو نزلة برد يؤثر على الصوت، يؤثر على المعونة على القراءة، يؤثر على تنقية مجرى النفس. ولذلك اللي بيتقفل أنفه عند الزكام بيتنفس منين؟ من فمه. هذه فيها صعوبة للتنفس وفيها مشاقة وفيها أضرار طبية نص عليها أهل الطب. يبقى إذن أنت تحتاج دائما إلى ألا تبالغ، خاصة إذا كنت إيه؟ صائما كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك إلى مسألة وحديث في إسباغ الوضوء ذكره لنا الإمام الشافعي. روى الإمام الشافعي قال أخبرنا محمد ابن فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران ابن بشير ابن محرر عن سالم سبلان مولى النصريين قال خرجنا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت تخرج بأبي حتى يصلى بها أو يصلي بها. قال فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر وتوضأ، فقالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. هندخل على حتة كده في مصطلح الحديث. إحنا اشتهر بيننا أن الحديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هاتان جملتان، جملة أسبغ الوضوء جملة وويل للأعقاب من النار إيه؟ جملة. هل كلاهما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم جملة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتفقنا على قاعدة بنقولها للمتخصصين، لكن إحنا هنا بنشرح التراث. إن أردت أن أعرف أي زيادة أو نقصان في الإسناد في المتن ماذا أفعل؟ أجمع الروايات، أفتح صحيح البخاري ألاقي الرواية موجودة فيه أقوم كاتبها في أول الصفحة، وأفتح صحيح مسلم أجد الرواية موجودة فيه أكتب في الذي يليه تحت، أجمع كل ما قيل فيها ثم أنظر ما الفرق بين هذه الرواية وهذه الرواية. وجدنا في روايات أسندت جملة أسبغ الوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. لكن في روايات أخرى كالرواية التي بين أيدينا راويها مين؟ سيدة عائشة رضي الله عنها. وما أدراكم مع عائشة؟ عائشة هي من كانت تنقل إلينا أدق التفاصيل في بيت مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في مآثر عائشة رضي الله عنها وفضائلها، فاكرين لما قلنا أنها كانت تفتخر على سائر نساء العالمين بعشر؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن سعد في كتابه الطبقات، قالت عائشة فضلت على سائر نساء العالمين بعشر، لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا قط غيري، ولم يتزوج امرأة أبويها مهاجرين غيري، وأنزل الله عز وجل براءتي من السماء وقال تزوجها فإنها امرأته، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد ولم يكن يفعل ذلك مع أحد غيري، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك مع أحد غيري، وكان الوحي ينزل عليه من السماء وأنا معه ولم يكن ينزل عليه مع أحد غيري،
وقبض الله نفسه بين صدري ونحري، ومات في الليلة التي كان يدور علي فيها، ودفن في بيتي. فذكرت عائشة رضي الله عنها عشرا، وحق لها أن تفتخر، أم المؤمنين، زوج مين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تنقل لنا عائشة وصفا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام نتوقف، لأنها كانت فين؟ في بيته، تطلع على ما لم يطلع عليه أحد. ولذلك عائشة رضي الله عنها خلفت لنا وروت لنا كم حديث؟ حد عارف؟ روت لنا 200 أو 10 بعد 200 بعد 2000، 2210 حديث روتهم عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أظهرت لنا أن جملة أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جملة أسبغ الوضوء شرح تفصيل إضافة من صحابي، فلا يطلق عليها حديث. الجملة دي بنسميها في علم المصطلح أثر، لأن عندنا الحديث ما أضيف إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر ما أضيف إلى من؟ إلى الصحابي. كلام الصحابي دون أن يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه عندنا إيه؟ أثر. أما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى حديث، يسمى إيه؟ حديث. يبقى جملة أسبغ الوضوء من كلام الشراح أو النقلة، لأن في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ده بنسميه عندنا في علم مصطلح الحديث الإدراج. إيه الإدراج ده؟ أدركت الشيء في الشيء، يعني أدخلت الشيء إيه؟ في الشيء. عائشة هنا أدرجت كلامها في كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مسمى عندنا إدراج، وهذا من الأشياء المكروهة إلا في شأن الصحابة. ومن أراد أن يفسر جملة بس بضوابط، يعني مثلا على سبيل المثال أنا جاي أتلو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعاوز أوضح معنى كلمة في ثنايا الحديث، عند الكتابة لابد أن أضعها بين معكوفتين، أفصلها عن نص الحديث وأشير في هامش ما أكتب إلى أن هذا ليس من حديث النبي عليه السلام. هذه إضافة لماذا؟ الغرض منها التوضيح، توضيح المعنى. وفعل هذا الإمام الزهري في حديث بدء الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نقل حديث عائشة أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه كان يتحنث. الإمام الزهري أراد أن يوضح كلمة يتحنث فقال أن يتعبد، ووضعت في ثنايا الحديث، لكن جاء الشراح وأظهروا أن هذه الكلمة ليست من صلب ما ذكرته عائشة رضي الله عنها، وإنما هذه زيادة. زيادة، الزيادة دي حطناها في مصطلح الحديث تحت درس يسمى الإيه؟ الإدراج. الإيه؟ الإدراج. واللي درسوا مصطلح الحديث يعرفون ذلك. طيب، الرواية هنا أخرجها الإمام مالك في الموطأ، وأخرجها الإمام مسلم. أخرجها الإمام مالك تعليقا بلفظ بلغني. إيه هو التعليق؟ التعليق أن تأتي بالرواية دون أن تأتي بإسناد لها تحذف من أول الإسناد. يعني إيه تحذف من أول الإسناد؟ يعني لا يا ولدي، أول الإسناد عندنا ليس من جهة الصحابي، وإنما أول الإسناد من جهة من قيد الحديث. يعني الإمام البخاري كتب الحديث يذكر أول الإسناد على الشيخ الذي بعد الإمام البخاري، أما ما يتصل بالصحابي هذا ليس أول الإسناد، هذا آخر الإيه؟ الإسناد. بيجي الراوي يحذف كالإمام البخاري مثلا، يحذف رجال الإسناد ويقول مباشرة قال
أبو هريرة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري ولد سنة كام؟ خير الله ما جعله خير. حد عارف كام؟ لا ده احنا هنعمل مزاد لهذه الوفاة. كام؟ إن لله وإنا إليه إيه؟ توفي العلم إلى رحمة الله. ولد الإمام البخاري سنة 94 و100. تواريخ الآئمة شيء طيب، معرفة تواريخ الآئمة شيء طيب. ولد سنة كام؟ 194. ما تتنساش بقى، الله يبارك فيه. يعني هو لم يسمع من النبي عليه السلام، بينه وبين النبي عليه السلام في بعض الأحاديث بنسميها أحاديث ثلاثية، ثلاثية، وله أحاديث رباعية، يعني بينه وبين النبي عليه السلام 3 رجال 4 رجال 5 رجال رواة. لما يجي الإمام البخاري ويروي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده بنسميه الحديث المعلق. ليه؟ الإمام البخاري في أول السلسلة، والحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخرها. المفروض هناك اتصال في هذه السلسلة. عندما يحذف هذه الوصلة بينه وبين الصحابي، فكأنه علق الإيه؟ الحديث، ولذلك اسمه حديث إيه؟ معلق. لكن حكم الحديث المعلق عند البخاري يختلف عن غيره، لأن احنا اتفقنا على أن العلماء اتفقوا على أن يصح كتاب بعد القرآن الكريم إيه؟ صحيح البخاري، ثم يلي صحيح إيه؟ مسلم. خلي بالك، واتفاق الأمة ليس لهوى ولا لشخص الإمام البخاري ولا لشخص الإمام مسلم. بتتبع الأحاديث ودراسة الأسانيد توصل الأئمة إلى أن جميع الرجال الذين أخرج عنهم الإمام البخاري أعلى الرجال في التوثيق، ومن أخرج عنهم الإمام مسلم أعلى الرجال في التوثيق. يعني ليست محاباة عشان الناس اللي طلعت تقول هو البخاري مقدس، لا نقدس شيئا، ولكن العلم أثبت أن كل ما في صحيح الإمام البخاري أحاديث صحيحة موصولة. حتى بلغ أحد الأئمة وقال لو أن رجلا حلف بالطلاق أن جميع الأحاديث الواردة في صحيح الإمام البخاري أحاديث صحيحة موصولة عن رسول الله لم يحنس في يمينه. لم يحنس فين؟ في يمينه، يعني زوجته ما زالت على ذمته لأنه يمين صادق فيه، لم يغزف في هذا اليمين. وبالتالي إذا جاء الحديث معلق التعليق ده ضعف، لكن عند الإمام البخاري تكلم العلماء ووجدوا مخارج وذكروا أدلة على أن جميع المعلقات عند الإمام البخاري أحاديث موصولة بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، تكلمنا عن الإسباق. الأعقاب، الأعقاب هي عقب الرجل، مؤخرة في كل شيء. كانوا يغسلون أرجلهم عند الوضوء إلى أن يسبغوا الوضوء. كلمة ويل معناها إيه؟ العلماء يقولون إنه واد فين؟ في جهنم. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل، فإن هذا وعيد، والوعيد في الإسلام في القرآن الكريم وفي السنة أمر ينبغي أن تلتفت إليه وتأخذه في معيار الاهتمام نصب عينيك. وعاوزين نتفق على قاعدة: من حذرك من شيء فقد أحبك. الترهيب في الإسلام قمة الرحمة من الله عز وجل. البعض يفسرها خطأ، لماذا ملئ القرآن الكريم بالجنة بالنار وأوصافها وأهلها؟ الله يحذرنا: ومن حذرك أحبك وخاف عليك ورعاك. زي ما تخش مؤسسة كده وتلاقي لائحة معلقة بالجزاءات، هذا موجه إلى من؟ هل موجه لكل من أطاع والتزم؟ الإجابة لا، وإنما الطائع الملتزم يفرح بأن الله ميز له أساليب التي توصلك إلى النار
ذكرها الله لنا، أعداؤك الذي يسحبونك إلى النار ذكرهم الله لنا، أساليب الأعداء ذكرها الله لنا. يعني كون ربنا سبحانه وتعالى يسكن لنا الوعيد رحمة. هل الوعيد رحمة؟ نعم، لأنه التحذير. ماذا يفعل الآباء مع الأبناء؟ التحذيرات التي نقوم بها مع أبنائنا بأي غرض؟ رحمة وخوف وشفقة، ولله المثل الأعلى. يبقى كلمة ويل أو وعيد لأمر الصالح يفرح، لماذا؟ لأن الله حذره، والطالح يفزع. وما شرعت الحدود إلا زواجر وجوابر. يعني إيه زواجر وجوابر؟ جبرت المعصية وزجرت الآخرين. جبرت المعصية، من فعل معصية فأقيم عليه حد، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لا يقيم الله عليه حدا مرة ثانية. ليه؟ لأن الله لا يجمع على عبده عقوبتين، من عوقب في الدنيا أصبحت كفارة له. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. القصاص كفارة للقتل، قطع اليد كفارة للسرقة، العقوبات في الدنيا كفارات. أما يوم القيامة لا يحاسبه الله عز وجل على فعله مرة ثانية. نص الحديث ومن أصاب إيه؟ من ذلك شيئا. وذلك دي عايدة على إيه؟ على الكبائر. لو أنني أتيت بنص الحديث من أوله بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، حديث سيدنا عبادة بن الصامت في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. هذه الكبائر. ومن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فمن وفى منكم فأجره على الله. الذي سيلتزم ويبتعد عن هذه الكبائر لا أقول له أجرا محددا، إنما أجره على من؟ واتفقنا إذا أبهم الأجر دل ذلك على إيه؟ على عظمه، لأن كل يعطي على إيه؟ على قدره. وعطاء الله عز وجل لا حدود له. ومن أصاب من ذلك شيئا مما ذكرنا ما عدا الإشراك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. طب من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني لم يقم عليه حد، لم يره أحد، ستر على نفسه فستره الله عز وجل، ده أمره إيه؟ هنحكم عليه بإيه؟ هنمسك مفاتيح النار زي ما البعض بيقول اللي بيعمل معصية ده داخل النار؟ أمره إلى من؟ إلى الله. والمرجو عند الله عز وجل العفو قبل العقوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وقلت من قبل الترتيب العقلي في مقام العقوبة، فإن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ولكن الله عز وجل عفوه مقدم على إيه؟ على عقوبته. طيب، يبقى ويل وعيد. الوعيد قمة الرحمة. ولذلك اللي عاوز يشرح أو يفهم المعنى ده، كما أن الترهيب رحمة، كما أن الترغيب رحمة، كذلك الترهيب إيه؟ رحمة. وملأ القرآن الكريم بآيات الوعيد في النار وأهل النار وأساليب النار وأعداؤك رحمة بك. وأخذنا من هذا في هذا المكان إن الدنيا والآخرة بالنسبة للمسلم كتاب إيه؟ مفتوح. هل في شيء غامض في أمور الدنيا وأمور الآخرة عن أي مسلم؟ ما حد عشان حدش فينا عارف هيتسأل في القبر إيه وإجابات الأسئلة إيه؟ عارف.
عارف اللي فيه ميزان؟ عارف. عارف اللي فيه صراط؟ عارف. عارف اللي فيه جنة؟ عارف. عارف اللي فيه نار؟ عارف الوسائل التي توصلك إلى الجنة؟ أعلم. عارف الوسائل التي توصلك إلى النار؟ أعلم. كتاب مفتوح، أسئلة وأجوبة معنا. القرآن الكريم الذي بين أيدينا من سماته أنه يجيب على الأسئلة الحائرة في كل الأذهان، بس بشرط أن نقرأه قراءة أنه كتاب يجيب على أسئلتنا، لكن قراءة عدد لن نلتفت. وقلنا نتفق على مبدأ كل منا ينوي هذا اليوم أن يقرأ ربعا من القرآن الكريم ومعه ورقة وقلم، وكل ما يعدي على جملة فيها سنة كونية يؤيدها. نعرف نعمل كده؟ يعني إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه سنة كونية. ربنا بيقول لنا إن الكتاب الذي بين أيديكم لا شك فيه، أدي أول واحد. هدى للمتقين سنة كونية، إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هدى لمين؟ للمتقين. أدي اثنين، من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفات الإيه؟ ها؟ يبقى أنا ماشي مع القرآن الكريم عن بال كل جملة أطلع منها إيه؟ ما تيجوا نجرب هذه التجربة. هنعمل؟ نتوكل على الله ونشوف هل وعينا للقرآن الكريم سيختلف عما سبق أم لا؟ يقيناً سيختلف، لأن أنا بقرأ قراءة تدبر، قراءة تأمل، قراءة معرفة. ولما لاقي ميزة لأهل الجنة أجمعها، وعيد لأهل النار أجمعه، وقيس على نفسي أنا بفعل هذا الوعد الذي وعدني الله إياه، أنا بعيد عن هذا الوعيد الذي قام الله به وهدد به ورهب به حتى لا نقع في ذلك أم لا. طيب، ويل للأعقاب من النار. نلاحظ هنا من قال بعض العلماء أنها ابتداء الويل، كما أن الجنة درجات، النار دركات. المسلم لا يقف أن الإسلام سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويستهين بدخول النار. في بعض الناس يعني بيقول لك مش في النهاية المسلم هيروح فين؟ الجنة. حتى يعني لو إيه حوسب قليلا، ناركم هذه التي توقدون منها جزء من 70 جزء من النار، من يطيق منا أن يضع أصبعه عند النار؟ النار كما ورد في الحديث 1000 عام حتى ابيضت ثم اسودت ثم احمرت. فمسألة حسابات العقل في التعامل مع الله تفسد عليك العيال البادات، تفسد عليك الحياة. ينبغي أن تستعيذ بالله عز وجل من النار وكل ما يقرب إلى إيه، وتسأل الله الجنة وكل ما يقرب إلى إيه الجنة. فلا يستهين أحد على الإطلاق بالنار والدخول فيها. إن شاء الله عز وجل أنا سأكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذا اللقاء، ومعذرة للتأخر، كنت على موعد في تسجيل في قناة الناس، هذا الذي أخرني. ونسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير وفي الخير، وأن يجعل هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.